إذا القوى السياسية المعنية كبير منها أو الصغير بدها تغير القانون عندها شهر اثنين وبتقدر تحط بالقانون الجديد اللي ممكن تتفق عليه، وأنا أقول أن هذا مستحيل على مسؤوليتي الشخصية. ليش مستحيل؟ طبيعة النزاع، طبيعة الحوار حوله. أنا كثير مبسوط بواقعي. كل اقتراح، كل اقتراح بيطلع له 10,000 علي ما ممكن توصل فيه لنتيجة 100%. ما قدروا القوى السياسية حتى الآن يطلعوا بقانون يراعوا فيه خصوصيات الجميع. تمثيل المسيحي له خصوصية، تمثيل الدرزي له خصوصية فائقة وحساسية لها أول وليس لها آخر. تمثيل السني عنده مشكلة سياسية إنه عم يعمل القانون ضده ولا معه. نعم. وتمثيل الشيعي يريد النسبية ولكن بأشكال مختلفة، شيء طالع شيء نازل، شيء بالنص شيء على جنب شيء على. فهذا كله ما بيوحي إنه خلال 8 أسابيع 10 أسابيع هالقوى حتقدر تعمل اتفاق صار على قانون صار سنوات وسنوات ما قدرت تغيره ولا تبدله.